تتحل الأزمات واحدة ورا التانية، عشان في دول لا، في أشقاء، ما ننساش الكلام ده. إيه الحاجة التانية المهمة المضيئة من ضمن الحاجات؟ الاحتياط اللي كان عندنا، كان أخباره إيه؟ طب مين عمل كده؟ الأشقاء، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دولة الكويت. الاحتياطي بيتسحب، ما انت انت 80 مليون، 81 مليون عندك، كان قد ايه اصلا في الاحتياطي؟ ما هو اتسحب. كان عندك 36 قبل 11، في دخلنا في 2011 بال 36، نزل 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 لحد تقريبا وصلنا الى مرحله كاد يكون هناك تقريبا خلاص مش هيكفيك، مش هيكفيك اللي موجود ده 14 15 يوم. انت متخيل اللي كان عندنا في الوقت ده؟ بس الاشقاء عملوا ايه معانا؟ الرئيس يتحدث اليوم، ايوه، عشان لازم نشكر الناس، نشكر الناس، بنحبهم بيحبونا، والله بنحبهم والله بيحبونا. اعرفوا قد ايه اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، لهم كل الحب والاحترام والتقدير. خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد، كل اشقاء الشعب السعودي الشقيق لهم حب ومحبه وتقدير واحترام. اشقائنا في دوله الكويت الشقيقه لهم محبه كبيره وتقدير واحترام، سمو الامير وكل اشقائنا في دوله الكويت الشقيقه. دوله الامارات زي ما اتكلمنا وبنتكلم، ماذا قال الرئيس اليوم؟ والرئيس كمان بيتكلم على اللي بيحاول يعمله وقيعة، محدش أبدا أبدا أبدا، حاولوا وبيحاولوا وهيفضلوا، بس احنا دايما ننتبه، احنا ايه؟ اخوات، احنا اخوات. الرئيس قال كده، مش انا اللي بقول، الرئيس اللي قال كده النهاردة، واحنا كده فعلا. لسه امبارح بكلمكم على يعني ما احنا لينا علاقات كتيره بيننا وبين بعض، علاقات، احنا كده مع بعض وهنفضل كده ان شاء الله مع بعض. نسمع الرئيس اليوم يتحدث بكل الاحترام والتقدير والمحبه، هي دي العلاقه، هي دي هو ده حجم العلاقه. اللي عايز يعرف يعرف اللي قاله الرئيس النهارده، واللي قاله النهارده على مين؟ على الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الأشقاء في دولة الإمارات العربية، على الأشقاء في دولة الكويت. اسمعوا من الرئيس ماذا قال، هذه هي الرسالة، هي دي العلاقة. أي حاجات تانية ما ينفعش، والله 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 ما ينفع أبدا. نشوف النقطة المضيئة الأولانية.